التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام من هنا من أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق شوطنا 21 الخاص بالإذاعة البكار، مسافتنا هي 6 كيلومترات. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا في طيات هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. جائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة تويوتا لاند كلوزر بيكاب رصدت للفائز بالمركز الأول. نسير مع هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة في هذه الانطلاقة المميزة، بداية مع الواعية راشد بن علي بن سلام الهاجري، من يقدم لنا الواعية مع أول الأسماء والتحديات، بينما النقلة والدور للمركز الثاني تصل هنا بلجة علي بن عبد الله بن علي الفهيدة المري شعار البطين، من يقدم لنا انطلاقة أيضا وحضور بلشة مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث هنا من تتقدم الشادن لحامد بن علي بن مايقة الأحبابي، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع الأسماء وصول وتقدم في هذه اللحظات من اللي قادمه هنا هيبة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، من يقدم لنا شعاره مع هيبة مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس وصول من مذيار سعيد بن حمود بن ثعلوب الدرعي، من يقدم لنا مذيار مع المركز الرابع في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا هي الأسماء، إذن هكذا هي التحديات الأولى للخمسة المراكز المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة التي تحمل لنا تحديات الأروع من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في يوم الإذاع سن الإبداع والإمتاع. مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة هناك مع الصدارة، العودة مع المركز الأول مع البداية صدارة الشوط. البطين من يقدم لنا تحديات بلشة مع المركز الأول وصدارة الشوط، ولكن غيرت الشادن هنا بشعر حامد بن علي بن مايقة الأحبابي لتقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال تقدم هذا الشعار المميز والكبير مع المركز الأول، بينما المركز الثاني من تدخلت هنا زعفرانة فرج بن علي بن حمودة الظاهري، من يقدم لنا انطلاقة وحضور زعفرانة مع المركز الثاني والمركز الثالث. وصول في هذه اللحظات وتقدم مشاهدينا الكرام من عوايد سعيد بن راشد بن سعيد العويسي، يحضر هنا ايضا ليقدم لنا شعاره وتحدياته المميزه مع عوايد مع ثالث الاسماء، بينما المركز الرابع هنا شعار البطين، وخامسا من تتقدم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات هنا ارى الوصول والقدوم بشعار بن سلامه القادمه والمنطلقه في هذه الاندفاع المميزه والكبيره مع خامس الأسماء. هنا تنطلق الواعية راشد بن علي بن حمد بن سلام الهاجري مقدما لنا شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات. مشاهدينا الكرام، نداؤنا الثاني للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة، ولكن الكادر السفلي يحمل لنا أيضا أسماء كبيرة. يا مخرجنا أبو بخيت، هنا لقطة مميزة والأروع من عدسة قناة الريال الفضائية ترصد لكم تحركات الأصايل وترصد لكم أيضا عمق الميدان وما يحمل لنا من أسماء وشعارات كبيرة لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، ولكن العودة مع البداية، العودة مع الصدارة مع المركز الأول. يا سلام، شوف الشادن هنا تقود الأسماء، تقود التحديات الأولى بشعارها المميز، شعار حامد بن علي بن مايقة الأحبابي، من يقدم لنا الشادن بتحدياتها الرائعة والجميلة، بين ما ثاني الأسماء تتقدم هنا مشاهدينا الكرام مع المركز الثاني. يصل هنا أيضا تصل السريعة بشعار سهيل بالدليلة بن سالم العامري، من يقدم لنا شعاره مع السريعة القادمة مع المركز الثاني هنا من تتقدم، بينما ثالث الأسماء وصول وقدوم مشاهدينا متابعينا الكرام من تنطلق هنا في هذه اللحظات. والعرب تعطي على شو
المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات مشاهدين الكرام. يصل شعار رعد ريبح هنا أيضا مع الشامخة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب بن مهيري مقدما لنا شعار مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع شوف الوصول، وصلت ضبية بشعار حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري مع المركز الرابع، والمركز الخامس شعار السبوسي القادم والمنطلق في هذه اللحظات هنا مع أيضا هيبة أحمد بن علي بن سلطان السبوسي القادم والمنطلق مع المركز الخامس. يا هي أسماء تحضر في هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام، أسماء كبيرة وشعارات عملاقة صالت وجالت في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. يا سلام، شوف هذه الأسماء والشعارات الكبيرة، عودة هناك مع البداية مع شعارك يا بدليلة القادم من مدينة العين. أهالي مصانع الجنوب هنا يحضرون بحضور الكبار مع المركز الأول مع شعار بدليلة مع البداية وصدارة هذا الشوط من خلال تقدم السريع سهيل بدليلة بن سالم بن صقوح العامري هنا مع البداية وصدارة الشوط مقدما لنا شعاره، بينما شعار المهيري الحاضر هنا والمنطلق مع اندفاعات الشامخة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري. شعار رعد ريبح تميز في سن الحقائق بهذا المهرجان، يقدم لنا أيضا أحد الأسماء المميزة في هذا المسار الرائع والجميل، ولكن شوف الوصول، شوف الوصول من الشادن حامد بن علي بن مايق الحبابي، شعارك الشاعر هنا الحاضر والمنطلق أيضا ليمثل أهالي العامرية بهذا المسار، ولكن شوف الوصول، وصل الشعار الاقتصادي مقدما لنا أيضا انطلاقة وحضور زعفرانة فرج بن علي بن حمودة الظاهري، ولكن شوف القدوم أيضا، شوف الوصول، الله موقعنا هنا دخلنا الغلاف الجوي للكيلو متر الأخير، شوف الوصول، وصلت في هذه اللحظات الطيارة حمد بن سلطان بن سيف بالجاف للمنصوري، يصل في هذه اللحظات أيضا في أول ندى وأيضا أرصد الوصول، وصلت من الجانب الآخر، تدخلت مشاهدينا الكرام بشعارها المميز أيضا القادمة والمنطلقة مشاهدينا متابعينا الكرام، وصلت نعم هنا الضبية حمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري، وأيضا وصول وتقدم من إعجاز بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري، الله يا سلام، شوف هذه المعركة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن المهيري مع الشامخة، الشامخة عبد الله بن خالد بن حميد بن حارب بن مهيري، ولكن الجربوعي تدخل مع الأمتار الأخيرة، الله 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 ما شاء الله، هنا إعجاز مشاهدينا متابعينا الكرام تقدم لنا عروضها الصباحية المميزة مع البداية بشعار بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري، الله الله الله، السيارة الناموس والانتصار مع إعجاز مع الأمتار الأخيرة، شعار الزعيري مشكور يا زعيري، أسعد الله صباحك وسلمت يمينك، هنا يشكل لنا أيضا هذه الاندفاع المميزة هنا إبداعا ولا أروع يقدم الزعيري في هذا المهرجان، يقدم لنا النوعيات المميزة والكبيرة، مشكور يا الجربوعي على هذا الأداء المميز والكبير، تهانينا والناموس يا راعي إعجاز على هذا الفوز والانتصار بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري، شعار تميز أيضا في هذا المهرجان وقدم لنا الأسماء المميزة والكبيرة، تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصلت الطيارة حمد بن سلطان بن سيف الجافلة المنصوري، والمركز الثالث، المركز الثالث كان الوصول من الضبية حمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت الشامخة عبد الله بن خالد بن حميد المهيري، والمركز الخامس، المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام خزامة علي بن عبد الهادي بن علي الغيثاني المري، هكذا مشاهدينا الكرام حضر الزعيري ليقدم لنا احد الاسماء المميزة في مسار هذا الشوط، 9 دقائق 10 ثواني 16 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك اعجاز بخيت محمد بن بخيت الجربوع المري، بينما ثاني الاسماء اللي وصلت هنا مشاهدينا الكرام الطيارة 9 دقائق 11 ثانية 70 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن سلطان بن سيف بالجافلة المنصوري، والمركز الثالث، وصل مشاهدينا الكرام متابعينا على فاضل، هنا كان الوصول من شعار رعد ريبح نعم مع المركز الثالث الشامخة، 9 دقائق 11 ثانية 94 جزءا من الثانية، تهانينا والناموس لعبد الله بن خالد بن حميد بن حارب المهيري، تهانينا والناموس للجب